يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم، حلقه جديده السادسه، تحياتي ليكم في بدايه الحلقه وبدايه رحله الاهلي للمغرب. الرحله اللي يعني هتتقسم على جزئين، جزء اداري سافر النهارده، غادرت النهارده بعثه النادي الاهلي او وفد من النادي الاهلي عشان يحضروا لترتيبات اقامه وتدريب بعثه الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله مفترض انها تسافر بكره للمغرب على طائره خاصه. خليني اقول لحضراتكم انه النهارده كمان عوده الاهلي للتدريبات بعد راحه لمده 24 ساعه، اداها مستر كولر للاعبين بعد المباراه على طول، كان في تمرينه خفيفه وامبارح كان راحه والنهارده عوده للتدريب مره ثانيه. هنتابع معاكم رحله الاهلي ان شاء الله للمغرب يوم بيوم، لحظه بلحظه، ونحاول نقول لكم كل الاخبار اللي ان شاء الله باذن الله تكون نتيجتها تتويج الاهلي باللقب ال11 في تاريخ